هجمة أهلاوية توصل لزكريا هناك، عمر زكريا شفتها في أول 10 دقايق كان بيروح عرضية عرضية، برافو عبد المنعم، الجون فاضي الجون فاضي، جون 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 جون، إيه التعديل؟ أيوه كده العرضيات لسه، زكريا وادي حسام عادل معديها كام؟ 33. في اعتراض واضح من الجهاز الفني لزد، هادي حسام عادل، شوف اما اشتغل زكريا هنا اسلام، اسلام السيد حكم اللقاء هيدي ايه؟ انذار انذار، ده الجهاز الفني كله بتاع زد، الله للخواجه وللجهاز الفني كله. الاعتراض مش هيفيد ولازم الجهاز الفني برضه نبدا، لازم زي ما بنقول في ايجابيات السلبيات، ما ينفعش الجهاز الفني ينزل يعمل كده يخلي اللعيبه تبدا تعترض على الحكم، ليه؟ ما لسه بنقول في بدايه اللقاء روح جميله وعملوا ممر شرفي لفوز الاهلي، ادي العرضيه اهي، ادي زكريا، هو هنا لعيبه زد اللي دخلت على بعض مظبوط، برضه مين؟ جون بامضاء اخوان عادل، يعني هو عبد المنعم دخل على المساج بتاع زد، هو الحكم مش فاهم هيعمل ايه الراجل. طبعا كابتن ناصر عباس لو تتعاد تانية يعني من بدايه اللقطه شويه والكره بتترفع، واحد واحد